يعني المعروف دايما عن جمهور كاظم الساهر انه اغلبيته بتبقى من النساء، ده بسبب طبعا القصائد الموجهه للنساء كده، بتبقى قصائد فيها دلع كده للسيدات، لكن احنا شايفين جمهور من الرجال كبير جدا جدا. واللي اغرب بقى البنت الصغيره اللي قعدت تقول انه الحفله دي كانت حلوه قوي وحفلات كاظم الساهر كلها حلوه قوي، وهي تقريبا ما عدتش مثلا التسع سنين. في الحقيقه دي كانت من الحاجات الغريبه جدا في الحفله امبارح، لانه أطفال كتيرة قوي كانوا موجودين وحضروا الحفلة، ومش بس كده كمان كانوا بيغنوا مع الفنان كاظم الساهر. فامبارح كان في طفل كده بالتحديد، يمكن يعني اللافتة دي يمكن رصدتها الكاميرا اللي كانت بتغطي امبارح من عندنا للحفل، وهو انه كان في طفل كده بالتحديد بيغني كل القصائد مع الفنان كاظم الساهر. مش بس الطفل ده، فيه كان أطفال كتيرة جدا، لكن الطفل ده كان بيغني بالعربية الفصحى بإتقان مبهر الحقيقة. فخلونا نشوف التقرير ده والطفل ده كان بيعمل ايه. الحقيقة انا سعيده جدا انه في اطفال في سن صغير قوي كده، لكن ذوقهم في الاغاني حلو قوي. يعني يمكن الولد ما عداش تقريبا ال 10 11 سنه بالكثير، لكن هو ذوقه حلو قوي ومتقن قوي الاغاني، كلمات الاغاني.